كيكة التفاح في المقلاة، كطيب فوق البوطة بلا فران. لهاد الكيكة غنحتاجو بيضة، واحد الساشي ديال الفاني، وشوية ديال الملحة، نص كاس الزيت، نص كاس السنيدة. نخلطو هاد المكونات ونضيفو عليهم بعد نص كاس تاع الحليب. صافي غادي نخلطو. من بعد غادي نضيفو واحد جوج كيسان د العنبة ديال الدقيق، غنغربلوه مزيان، نضيفو واحد الخمارة ديال الحلوة ونخلطو. نخليو هاد الخليط على جنب، غناخدو مقلات غندهنوه بشوية ديال الزبدة ونديرو ورق الطبخ. بالنسبة لورق الطبخ ضروري في هاد الكيكة من ورق الطبخ. صافي غنديرو شوية سنيدة ونستفو هادوك شرائح ديال التفاح ونخويو داك الخليط من الفوق ونديروها فوق البوطة على عافية مهيلة. إلا كانت المقلة ديالكم خفيفة ديرو المقلة تقيلة، شي حاجة تتحت منها. نخليوها طيب مدة 15 دقيقة ونقلبوها باش تحمر من الجهة الأخرى. وبالصحة وراحة.